محاذاة الجدول. يمكن محاذاة الجدول في وورد 2007 وذلك كما يلي. نقوم بتحديد هذا العمود ثم نذهب إلى من أدوات الجدول تبويب تخطيط ومنه نختار محاذاة. نضغط مثلا لمحاذاة لأعلى اليمين، ننظر هنا يتم تغيير موقع النص، أو محاذاة للوسط ومحاذاة لأسفل اليسار. نختار مثلا الوسط. في اتجاه النص كل يمكننا تغيير اتجاه النص داخل الخلايا المحددة، وذلك بالضغط كل مرة يتم تغيير اتجاه النص. يمكننا أيضا إضافة هوامش للخلايا، نختار مثلا للأيمن والأيسر، نقوم بزيادة الهامش ثم نضغط على موافق، يتم إدراج هامش أيمن وهامش أيسر.